أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله سبحانه وتعالى: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال: أحسبه في المنام. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح، ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. وعن أبي طلحة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسارير وجهه تبرق، فقلت: يا رسول الله، ما رأيتك أطيب نفسا ولا أظهر بشرا منك في يومك هذا. فقال: وما لي لا تطيب نفسي ولا يظهر بشري، وإنما فارقني جبريل عليه السلام الساعة. فقال: يا محمد،
من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات وقال له الملك مثل ما قال لك. قلت: يا جبريل، وما ذاك الملك؟ قال: إن الله عز وجل وكل بك ملكا من لدن خلقك إلى أن يبعثك لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا قال وأنت صلى الله عليك. اللهم صلي وسلم على النبي محمد وعلى آل محمد. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آخر من يخرج من النار رجلان يقول الله لأحدهما: يا ابن آدم، ما أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا أو رجوتني؟ فيقول: لا يا رب. فيؤمر به إلى النار، وهو أشد أهل النار حسرة، ويقول للآخر: يا ابن آدم، ما أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا أو رجوتني؟ فيقول: نعم يا رب، قد كنت أرجو إذ أخرجتني ألا تعيدني فيها أبدا. فترفع له شجرة فيقول: أي رب، أقرني تحت هذه الشجرة فأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيعاهده ألا يسأله غيرها فيدنيه منها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى وأغدق ماء، فيقول: أي رب، هذه لا أسألك غيرها، أقرني تحتها فأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب، هذه لا أسألك غيرها. فيقره تحتها ويعاهده ألا يسأله غيرها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين وأغدق ماء، فيقول: أي رب، لا أسألك غيرها، فأقرني تحتها فأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول: ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب، هذه لا أسألك غيرها. فيقره تحتها ويعاهده ألا يسأله غيرها. فيسمع أصوات أهل الجنة فلا يتمالك، فيقول: أي رب، أدخلني الجنة. فيقول تبارك وتعالى: سل وتمنى. فيسأل ويتمنى ويلقنه الله ما لا علم له به. فيسأل ويتمنى مقدار 3 أيام من أيام الدنيا. فيقول ابن آدم: لك ما سألت. قال أبو سعيد الخدري ومثله معه، وقال أبو هريرة 10 أمثاله معه. ثم قال أحدهما لصاحبه: حدث بما سمعت. وأحدث بما سمعت. وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟
قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وعن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه. كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول:
لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي رب، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب، قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي رب، يدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب، أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي رب، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال: أدخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع.
وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال: في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت ذراعا دنوت باعا، ولو أتيتني تمشي أتيتك أهرول. قال معمر: قال قتادة: والله أسرع بالمغفرة. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولى والأخرى يوم القيامة جاء الرب تبارك وتعالى إلى المؤمنين فوقف عليهم، والمؤمنون على كوم، والكوم هو المكان المرتفع، فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفنا. ثم يقول لهم الثانية فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدا. وعن ابن عباس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: رب أرني أنظر إليك. قال: يا موسى، إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق، إنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسامهم. وعن عمر بن الخطاب قال: إذا حشر الناس يوم القيامة قاموا 40 عاما على رؤوسهم الشمس، شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون الفضل، كل بر منهم وفاجر، لا يتكلم منهم بشر. ثم ينادي مناد من السماء: أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ثم رزقكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ فيقولون: بلى. قال: فينادي بذلك ملك 3، ثم تمثل لكل قوم آلهتهم التي كانوا يعبدون. قال: فيتبعونها حتى توردهم النار. قال: ويبقى المسلمون والمنافقون. قال: فيقال لهم: ما شأنكم؟ قد ذهب الناس وبقيتم. قال: فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قال: فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ قال: فيقولون: إذا تعرف إلينا عرفنا. قال: فيكشف عن ساق. قال: فيخر المؤمنون سجدا. قال: ويدمج أصلاب المنافقين فتكون عظما واحدا كأنهم صياصي البقرة. ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم. قال: فيرفع الرجل رأسه ونوره بين يديه مثل الجبل، ويرفع الرجل رأسه ونوره بين يديه مثل القصر، ويرفع الرجل رأسه ونوره بين يديه مثل البيت، حتى ذكر مثل الشجرة. ثم يمضون على الصراط كالبرق وكالريح وكحضر الفرس
وكاشتداد الرجل حتى يبقى آخر الناس نوره على إبهام رجله مثل السراج، فأحيانا يضيء له فيمشي، وأحيانا يخفى عليه فيشعث منه النار، فلا يزال كذلك حتى يخرج فيقول: ما يدري أحد ما نجى منه غيري، ولا أصاب أحد مثل ما أصبت، إنما أصابني حرها ونجوت منها. ثم يفتح له باب من الجنة فيقول: يا رب أدخلني هذا، فيقول: لعلك إن أدخلتك تسألني غيره. قال ويقول: وعزتك لئن أدخلتني لا أسألك غيرها. قال فيدخله، فبينما هو معجب بما هو فيه إذ فتح له باب آخر، فينحقر في عينه الذي هو فيه فيقول: بعزتك أدخلني في هذا. فيقول: أولم تزعم أنك لا تسألني غيره؟ قال يقول: وعزتك لئن أدخلتني لا أسألك غيره. قال فيدخله حتى يدخل أربعة أبواب كلها يسألها. قال: ثم يستقبله رجل عليه النور، فإذا هو رآه هوى ليسجد له. قال يقول: ما شأنك؟ قال يقول: ألست ربي؟ قال يقول: أنا قهرمان لك في ألف قهرمان على ألف قصر يرى أقصاها كما يرى أدناها. قال ثم يفتح له باب من زمردة خضراء فيها سبعون بابا، في كل باب منها أزواج وسرر ومناصف. قال فيقعد مع زوجته. قال فتناوله الكأس فيقول: لأنت منذ ناولتك الكأس أحسن منك قبل ذلك 70 ضعفا. قال وتقول: وأنت منذ ناولتني الكأس أحسن منك قبل ذلك 70 ضعفا. قال وعليها 70 حلة ألوانها شتى يرى منها ساقها. قال ويلبس ثيابه على كبدها وكبدها مرآته. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا. قال يقول: رضواني أكبر. وعن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: ألا أنبئكم بأكبر من هذا؟ قالوا: بلى، وما أكبر من هذا؟ قال: الرضوان. وعن أيفع بن عبد الكلاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله تعالى: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: نعم، ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنتي، امكثوا فيها خالدين مخلدين. جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم يقول لأهل النار:
كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، سخطي ومعصيتي وناري، امكثوا فيها خالدين مخلدين، أعاذنا الله وإياكم منها. فيقولون ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيكون ذلك آخر عهدهم بكلام ربهم تعالى. وعن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. وعن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زار المسلم أخاه في الله عز وجل أو عاده قال الله عز وجل طبت وتبوأت من الجنة منزلا. وعن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني عن ربه أنه قال إذا سلبت من عبدي كريمتيه أي عينيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا حمدني عليهما. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه. قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده صدقه ربه. قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له صدقه ربه. قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك صدقه ربه. قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد.
وإذا قال لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، صدقه ربه وقال صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل كتابنا في عليين. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.